جديدة من علامات الإنجازات المصرية أو في تاريخ الإنجازات المصرية. والحقيقة احنا شايفين أنه على مدار الفترة اللي فاتت أو السنوات اللي فاتت قد إيه إنجازات بتحصل على أرض الواقع، إنجاز مصر تستحقه والمصريين كمان يستحقوه. عدلي منصور اسم بيستحق التكريم والتخليد، لكن هي مش مجرد محطة مترو ولا هي محطة مترو تبادلية، لكن الحقيقة احنا بنتكلم عن مجمع متكامل هيكون فيه مش وسيلة مواصلات واحدة لكن ربط بين خمس وسائل للمواصلات، ما بين مترو، ما بين سكك حديد، ما بين الأوتوبيس السريع، القطار الكهربائي. الحقيقة يعني التفاصيل اللي جوه المشروع ده أو المجمع ده كتيرة، لكن هدفها الأول هو ربط كل الجمهورية، وبقول الجمهورية لأنها مش مرتبطة بس بالقاهرة، لكن من هنا تقدر تروح لأي محافظة أو حتى للمدن الجديدة اللي كان صعب جدا أننا نوصل لها. النهاردة خليكم معانا في تفاصيل كتير جدا عن المشروع اللي افتتحه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومش بس كده لكن حجر الأساس اللي تم وضعه للقطار الكهربائي وكتير من التفاصيل اللي داخل المشروع. حلقتنا النهاردة في النص المليان من محطة مترو عدلي منصور. الحقيقة احنا النهاردة مش بصدد اننا نتكلم عن مجرد محطة مترو اسمها عدلي منصور، لكن بنتكلم عن مشروع، ومشروع قومي وفيه تفاصيل كتير جدا. فجولتنا النهاردة هتكون مختلفة لان اللي بيحصل على ارض الواقع واللي بيحصل في بلدنا يدعونا فعلا اننا نكون فخورين بالخطوات اللي بتحصل. هناخدكم النهارده في جولة فيها كل التفاصيل اللي حضراتكم حابين تعرفوها عن مش محطة مترو عدلي منصور، لكن إنجاز اسمه عدلي منصور. واسمحوا لنا نرحب بضيفنا دكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أولا أبارك لحضرتك، ألف ألف مبروك على إتمام وافتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث. أشكرك، شكرا جزيلا. عايزين نعرف بقى، عارفين مساحة كبيرة، يعني إذا صح الرقم 15 فدان تقريبا، عبارة عن إيه بقى عدلي منصور ومحطة عدلي؟ أولا أهلا بيكم في المحطة المركزية التبادلية لعدلي منصور. محطة عدلي منصور التبادلية دي أول وأكبر محطة تبادلية ما بين وسائل النقل المختلفة على مستوى الشرق الأوسط. مساحة مجمع محطات عدلي منصور 15 فدان، فيها خمس وسائل مواصلات. الخمس وسائل مواصلات دول بيتلخصوا في المحطة النهائية للخط الثالث للمترو في شرق القاهرة، بتتكامل مع أول محطة للقطار الكهربائي السلام العاشر من رمضان، ايضا محطه سكك حديد السويس. دي ثلاث وسائل نقل رئيسيه بيتكامل معاهم موقف لسيارات السوبر جيت للنقل الى المحافظات، بالاضافه الى الاتوبيس الكهربائي الترددي من عدلي منصور الى مطار القاهره. زي ما كنت بقول كده، هي أكبر من فكرة أنها مجرد محطة أو محطة تبادلية، لكن أكتر من وسيلة. اللي أعتقد اللي محتاج إنه يجي هنا مش هيدور يركب إيه تاني غير من حوالين المحطة. كلام حضرتك صحيح. الفكرة إن نعمل هذا المجمع لوسائل النقل، نمرة واحد، نخف التكدس على وسط القاهرة في مناطق التجمع التقليدية زي ميدان رمسيس والتحرير والعتبة. بنتيح للمواطن انه ينتقل بوسائل نقل مختلفة وما يضطرش ينزل لوسط القاهرة الا اذا كان محتاج ليه مشوار ضروري في وسط القاهرة. عدا ذلك لو هو محتاج يتنقل ما بين وسيلة لاخرى مش هيضطر انه يلجأ الى اي نوع من انواع الوسائل السطحية. ده هينعكس ايجابي على التكدس المروري في الشوارع، بيحد من نسب التلوث، بيعمل وفر كبير في الوقود. الأكتر من ده وده إنه بيوفر كتير في الوقت اللي بيعود بالإجابة على المواطن وعلى الاقتصاد بصفة عامة. إيه اللي بالفعل تم إنجازه واشتغل أو اتفتح للمواطنين في عدلي منصور؟
هو يوم 16/8 اللي فات سيادة الرئيس شرفنا بافتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، ودي مرحلة مكونة من 10 محطات بتبتدي من محطة هارون الرشيد، بتخترق مصر الجديدة ميدان هليوبلس، بعد كده محور جسر السويس، وصولا إلى عدلي منصور بإجمالي 10 محطات بحوالي 10 كيلو بالظبط، 10 كيلو ونص. ده تم الانتهاء منها بالفعل. في نفس الوقت سيادته شرفنا بوضع حجر الاساس لقطار الكهربائي السلام العاشم من رمضان. طول الخط ده حوالي 90 كيلو، بيتكون من 16 محطه، بيخدم تجمعات شرق القاهره بالكامل، التجمعات العمرانيه، بيخدم العبور، بيخدم المستقبل، بيخدم الشروق، بيخدم الروبيكي، وبعد كده يتجه شمالا بفرع لمدينة العاشر من رمضان، وجنوبا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومنها إلى المدينة الرياضية على طريق القطامي العين السخن. ده سيادته وشرفنا بوضع حجر الأساس ليه. في نفس الوقت حجر الأساس لمحطة سكك حديد السويس، القاهرة السويس، وافتتاح موقف السوبر جيت للأقاليم. عايزين نستأذن حضرتك النهاردة، عايزين ناخد السادة المشاهدين معانا في جولة ونشوف بالفعل ايه اللي تم انجازه والخدمات والاختلاف والطفرة اللي حصلت كمان في المرحلة الجديدة. اهلا وسهلا، تفضلوا. تفضلوا معي. الحقيقة إنجاز يستحق كل الشكر والتقدير لكل القائمين عليه. ودكتور اسمح لي أن أنا برضو أكمل مع حضرتك ونعرف إيه اللي مختلف في المحطة هنا عن باقي المحطات المترو. المختلف في الخط الثالث بصفة عامة وعدلي منصور بصفة خاصة، نمرة واحد إن إحنا مزودين المحطات بكاميرات للمراقبة في كل مكان لتأمين الراكب والمواطن المصري. إحنا عندنا في المحطة هنا حوالي 65 كاميرا، زودنا المحطة دي بعدد شبابيك لتذاكر أزيد. احنا عندنا حوالي 12 شباك تذاكر بدل 6 شبابيك أو 8 شبابيك في بقية المحطات. البوابات الإلكترونية للدخول دي أول مرة نستخدمها هنا، هي البوابات اللا تلامسية، يعني مش بالضرورة بالتذكرة، ممكن بالاشتراك وممكن بالكارت نعلم على البوابة وندخل على طول. مفعل فعلا يا دكتور، مفعل فعلا. الجديد برضو ان احنا عملنا في المحطة هنا جهاز لقياس درجة حرارة المترددين على المحطة، بحيث ان ده بيدي كاباستي 30 قياس في التوقيت الواحد. ده برضو بيساهم في الاجراءات الاحترازية اللي احنا بناخدها عشان موضوع كورونا، فيروس كورونا المستجد. زودنا هنا برضو المحطة بعدد 2 مصعد لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. زودنا المحطة ب 12 سلم كهربائي، 4 في الدور الأرضي ينتقلوا إلى الدور الأول، و 8 في الدور الأول ينتقلوا إلى منسوب الرصيف. كافة القطارات الجديدة مكيفة ومجهزة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. مزودة القطارات من الداخل والخارج بكاميرات لتأمين الركاب سواء داخل القطار أو خارج القطار. مزودين القطارات بوسائل أمان ووسائل اتصال مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة والمواطن العادي في حالة الطوارئ لا قدر الله، للتواصل مع التحكم المركزي أو مع سائق القطار. يعني كل دي حاجات جديدة احنا بنستغلها لأول مرة. زودنا كافة المحطات الجديدة في الخط الثالث بمكنات قطع تذاكر أوتوماتيكية زي اللي احنا واقفين قدامها دي، في كل محطة في 2. احنا راعينا كدولة وهي بتخطط المحطات والخطوط الجديدة ان احنا نبتدي من اخر ما توصل اليه الدول الاخرى اللي بتستخدم المترو بصفة عامة على احدث ما توصل اليه خطوط المترو في العالم.
النقطة اللي كنت هقول لحضرتك طبعاً إن الناس كتير لما بتشوف حتى لو ما سافرتش من التلفزيون أو من اللي حد بيحكي عن خطوط المترو في الخارج واستخدام التكنولوجيا ومحدش بيقف على شباك التذاكر، فإن يكون عندنا ده، بس أنا بتمنى أو مش عارفة إذا كان ده موجود ولا الفيديوهات التعريفية للسادة المواطنين إزاي ممكن أستخدم هنا المكنة أقطع التذكرة من غير ما أقف على الشباك. إحنا مزودين المحطات بشاشات LCD أو LED بتبث على طول الإرشادات، بتبث معلومات عن المحطات، بتبث معلومات عن توقيت وصول القطارات، عن طرق استخدام الوسائل المختلفة اللي موجودة في المحطة بصورة دورية. طبعا أنا يعني حابة برضو أقول لحضراتكم من بداية دخولنا للمحطة كان ممنوع أي حد يدخل من غير الكمامة لإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى، مش عشان تصوير ولا عشان البرنامج، لكن دي حقيقة. يمكن الكاميرا لو جايبة لحضراتكم ناس وهي داخلة، فده يعني التزام ومجهود من حي حضراتكم. هي في الأول وفي الآخر إجراءات عشان صحة المواطن المصري للحد من العدوى. أنا أقول لحضرتك أن يوميا بيحصل عمليات تعقيم للمحطات والوحدات المترو بصفة مستمرة، يوميا بعد انتهاء التشغيل بيتم تعقيمها. زي ما بقول لحضرتك ان احنا بنحرص على ان يتم استخدام الكمامات وبنأكد عليها وبنحرص عليها، ودي برضو فرصة ان انا اوجه رسالة لجميع المترددين على المترو. لما شركة المترو بتصر ان ارتداء الكمامة ده حفاظا على صحته هو اولا وصحة جميع المترددين، فياريت برضو يتم الالتزام بموضوع الكمامة والإجراءات الاحترازية. احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، واسمح لنا نكمل معاك بقى ونطلع لغاية المترو. تفضلوا نكمل جولتنا. تفضل. القطار الكهربائي، وكلنا طبعا نفسنا وبنستنى اليوم اللي هنقول خلاص بالفعل يعني الانجاز كله تم وبدا تشغيله، فممكن نعرف من دكتور عصام الانجاز تم بنسبه قد ايه. وطبعا يعني انا شايفه ان احنا واقفين قدام اللوحه التذكاريه او وضع حجر الاساس، فحضرتك قول لنا انجزنا منه قد ايه. احنا نسبه الانجاز للقطار الكهربائي زي ما قلت لحضرتك هو حوالي 90 كيلو 16 محطه. احنا وصلنا لنسبه انجاز حوالي 55%، وبإذن الله بإذن الله مع نهاية الربع الأخير من السنة الجاية هيتم الانتهاء منه بالكامل ويشتغل لغاية العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان تقريبا نهاية 21 مع سبتمبر 21 قبل انتهاء. نقول ان احنا بنسابق الزمن يعني احنا بنجري بسرعة. هنا سيادة الرئيس حط حجر الأساس. سيادة الرئيس شرفنا لما افتتح المرحلة الرابعة للخط الثالث في نفس التوقيت، شرفنا بوضع حجر الأساس للقطار الكهربائي ومحطة عدلي منصور التبادلية اللي احنا دلوقتي واقفين على الكوبري اللي بيربط ما بين محطة المترو ومحطة القطار الكهربائي. أنا يمكن عرفت من حضرتك انه عندنا في مصر دلوقتي او هنا تقريبا ورانا اكبر محطه في الشرق الاوسط او في افريقيا للصيانه. حضرتك كنت بتقول الصيانات الجسيمه، تدينا فكره عنها؟ اكبر هو فيها اكبر حاجتين بصراحه، يعني اكبر محطه تبادليه مركزيه في الشرق الاوسط اللي هي عدلي منصور، واكبر ورشه لصيانه وعمل العمارات الجسيمه لخطوط المترو والجار الكهربائي بصفه عامه في الشرق الاوسط. دي مساحتها على 65 فدان، فيها أحدث معدات في العالم، ويمكن فيها معدات متصنعة خصيصا لهذه الورشة. فيها 155 معدة لأول مرة تدخل مصر. دي هتوفر علينا كتير جدا إن احنا نقدر نعمل كافة العمارات الجسيمة أو العمارات الرئيسية للقطارات والمتروات في هذه الورشة. يفرق طبعا إن احنا يكون عندنا احنا الورشة هنا في مصر بالمعدات دي.
أكيد طبعاً، لأن الورشة هتعتمد على العمالة المصرية بنسبة ما تقلش عن 95%. هيحصل تدريب مكثف للمهندسين والفنيين المصريين، هيحصل نقل للخبرات ما بين الشركات الأجنبية أو الجهات الأجنبية اللي وردت المعدات دي، هيحصل تدريب، وإحنا بالفعل ابتدينا نبعت المهندسين من عندنا يتدربوا وفنيين يتدربوا، بحيث ان هيبقى نقل خبرات يتوح لنا الخبره ان بعد كده نقدر نعمل العمارات دي بنفسنا. الواحد لو افتكر كده من كام سنه يا دكتور ما كانتش الخبرات دي عندنا، فكره اننا دايما الاستعانه بالمهندسين وبالخبرات الاجنبيه عشان نصنع وعشان كمان نعمل الصيانه، فاننا نوصل للمستوى ده ان بولادنا يبقى كده. لا، احنا عملنا حاجات اكتر من كده كمان، يعني احنا حضرتك واقفه في المرحله الرابعه للخط الثالث، دي لاول مره في تاريخ المترو مصر ان تتم بايادي مصريه 100%. الان بتنفيذ المرحله الرابعه للخط الثالث شركات مصريه 100% للانشاءات، ودي تجربه هتتعمم في جميع مشروعات المترو المقبله ان اعمال الانشاءات بالكامل باذن الله هتقوم بيها شركات مصريه وعماله مصريه وايادي مصريه ان شاء الله. اسمح لنا نكمل معاك الجوله، وهنروح على فين دلوقتي؟ هنشوف محطه القطار الكهربائي ومحطه السكه الحديد والساحه الرئيسيه لمحطه عدلي منصور المركزيه. اتفضل اتفضل. الحقيقة واحنا بنمشي هنا دكتور عصام قال لنا اننا تقريبا على سقف القطر الكهرباء. ايوه، لو حضرتك برضو اديتنا فكره عن خلفية المكان، قطر السكه الحديد هيكون من فين لفين؟ دي محطه القطر الكهرباء اللي احنا واقفين عليها، دي بدايه المظله المعدنيه اللي هتغطي كافه محطه عدلي منصور. هنا هو بدايه سكك حديد السويس، هتبتدي من هنا المحطه، بحيث ان هيبقى عندي محطه سكك حديد السويس وقطار الكهربائي ومحطه مترو الانفاق، ودي البوابه الرئيسيه للمجمع. قدامها بيبتدي عمليه ان احنا بنربط المحطات بالمواقف باماكن انتظار السيارات بانفاق للمشاة تحت الارض، عباره عن ثلاث انفاق، في مدخل ومخرج رئيسي قدام المدخل، ومدخلين تاني عند موقف السيارات وموقف اتوبيسات السوبر جيت. عبور المشاة. دول عبور المشاة. وموضوع القطر بتاع السويس برضو، لان احنا يعني في ناس كتير كانت بتبعت لنا على الازمه والتكدس المروري اللي في عين شمس بسبب القطر، فكده ده برضو حل عشان نفرغ الكثافات المروريه في اتجاه عين شمس. قطر سكه حديد السويس احنا نقلناه مع عدلي منصور بحيث انه يقدر يركب المترو ينزل عدلي منصور ياخد قطر السويس. لو اخدت من حضرتك برضو سريعا القطار الكهربائي والخدمه اللي هيقدمها والاطار او المحيط اللي هيشتغل فيه. زي ما قلت لحضرتك، القطار الكهربائي ده بيخدم كافه تجمعات شرق القاهره وعلى طريق مصر الاسماعيليه، سواء مدينه السلام، مدينه العبور، المستقبل، الشروق، بدر، الروبيكي، وصولا للعاشر من رمضان والعاصمه الاداريه، بحيث ان اللي محتاج ينزل القاهرة أو يروح للأماكن دي يقدر يركب القطار الكهربائي ومن عدلي منصور يقدر يبدل مع الخط الثالث يروح في أي اتجاه في وسط القاهرة أو أي اتجاه تاني ممكن يكون مربوط بخطوط المترو الأخرى. يعني نصور معاكم ونيجي للمكان ده بعد إتمام العمل بشكل نهائي عشان نبارك لكم كمان على أو نبارك للمصريين كلهم على المر. إن شاء الله نطلع مع حضرتك لغاية محطة المترو بقى نفسها ونشوف القطار. يعني احنا طلعنا دلوقتي على الرصيف اللي بيبقى عليه القطر بتاع المترو، لكن الحقيقة من الارتفاع ده قادرين اننا نشوف المنطقة دكتور عصام بشكل اوضح. طلب حضرتك اديتنا فكرة عن المخطط بشكل كامل، المجمع المتكامل للمنظومة. بالضبط، هنا يعني احنا على ارتفاع حوالي 17 متر، يعني بنتكلم في حدود عمارة 6 ادوار احنا طلعناهم. هنا في المحطة النهائية للخط الثالث، هنا نقدر نشوف الورشة الرئيسية للعمارات الجسيمة، نقدر نشوف
محطه ال ار تي اللي هو مجمع عدلي منصور بصفه عامه، اللي هو في مجمله جزء من منظومه متكامله لخطه النقل بوسائل الجر الكهرباء في مصر. دايما بتبقى ازمه لو حد مسافر حتى على المطار، يعني انه ينزل عشان يدور على عربيه ياخدها عشان يوصل اقرب مترو، لو ما فيش تاكسي ان هو ياخده. وبرده كان في حاله من الجشع بتأزم ناس كتير جدا. اعتقد ان المشكله دي هتتحل بالمجمع المتكامل اكيد، لان زي ما قلت لحضرتك انا الخط الثالث ده في حاله استكماله بالكامل بيجيب من اقصى محور رود الفرج وشارع السودان في المهندسين لغايه عدلي منصور. معنى كده ان هو يستغل خط واحد، هينزل هنا اهو ياخد القطار الكهربائي الترددي اللي يوصل لمطار القاهره. هي الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها ان احنا بنخطط وسائل النقل دلوقتي، خصوصا المترو والال ار تي والمونوريل والكلام ده كله، انه يتكامل كله مع بعضه، ان المواطن يقدر بتذكرة واحدة يتنقل ما بين الخطوط المختلفة للمترو علاوة على وسائل النقل المختلفة اللي بتربط معاه. احنا مخططين ان كل خطوط المترو بتلتقي مع بعض، سواء في العتبة، سواء في رمسيس، سواء في جامعة القاهرة، سواء في الملك الصالح، بننشئ جديد الخط الرابع اللي بنسميه خط الهرم، بننشئ الخط مونوريل 6 اكتوبر، بننشئ خط مونوريل العاصمة، بننشئ الـ LRT، كل الكلام ده عشان أوصل مع نهاية تكامل الخطة إن أنا أقدر أنقل 7 مليون مواطن في اليوم. 7 مليون مواطن في اليوم ده زي ما قلت لحضرتك نمرة واحد، هقلل الكثافات المرورية على الشوارع بالمواصلات السطحية، هرغب الناس إنها ما تستخدمش السيارات الخاصة. على الرغم من كده إحنا بنعمل عند المحطات طبقا للمتاح ساحات انتظار للسيارات، بحيث إن إحنا نحفز المواطنين انه يركب عربيته، واحنا ضامنين بالمخطط الاستراتيجي انه يقدر يروح لاي مكان هو عايزه في القاهره بواسطه المترو. الكلام ده هيوفر لي وقت كتير، هيوفر لي وقود كتير، هيوفر لي هيقلل كثافات مروريه عاليه، التوقيتات، تلوث البيئه. دول العالم كلها بتتجه الى استخدام وسائل الجر الكهربائي اللي هي وسائل النقل الذكيه والامنه والحضريه والمتطوره. طبعا فكرة زمن التقاطر ده والوقت الطويل اللي الناس كانت بتقضيه على محطة المترو أو على الرصيف عشان يجي، فتكدس كان بيبقى رهيب. هنا بنستنى قد إيه ما بين القطر والتاني؟ السرعة التصميمية أو التقاطر المثالي في حين لما يتم استكمال الخط بالكامل بال 34 محطة بال 43 كيلو بتوعه هيبقى في حدود دقيقة 55 ثانية. في الوضع الحالي احنا بزمن التقاطر بيبقى من 3 دقايق ل 3 دقايق ونص طبقا للكثافات اللي موجوده للركاب على الارصفه. عايزه نطمن بقى الناس اللي يعني مشاورها ومواصلاتها كلها بتنحصر ما بين الخط الاول والثاني، وهم كانوا برضو وصلوا لمرحله بتحتاج لتطوير ولصيانه، ايه اللي هيحصل فيهم الفتره الجايه؟ يعني برضو عشان اطمن المواطنين اللي بيستخدموا الخط الاولاني والتاني، انا عشان اوصل لتكامل وسائل النقل او شبكات المترو بصفه عامه يبقى لازم جميع الخطوط على نفس مستوى الخدمه. احنا عارفين ان في مشاكل في الخط الاولاني والتاني، احنا بالفعل ابتدينا التطوير بتاعهم، طورنا انظمه، طورنا بوابات، طورنا غرف تحكم، اشترينا للخط الاولاني 20 قطار، وبصدد ان احنا نشتري 32 قطار تاني ونرفع كفاءة 35 قطار. هنرفع كفاءة المحطات، في خطة موضوعة بالفعل وابتدت تنفيذها بالفعل سواء بالخط الاولاني او التاني. تعاقدنا على 6 قطار، على 4 قطارات قبل كده للخط التاني ووصلوا مكيفين، تعاقدنا على 6 قطارات بصدد رفع كفاءة وتطوير 23 قطار، بالاضافة الى رفع كفاءة شامل وتطوير لانظمة الاشارات والسكة والتحكم. الكلام ده تم اعتماده بالفعل وتم رصد استثمارات ليه، واحنا باذن الله هنصل بالخط الاولاني والتاني باذن الله يبقى نفس مستوى الخط الثالث ان شاء الله. يعني كل التوفيق لحضراتكم، شكرا جزيلا على السباق اللي انتم بتعملوه مع الزمن عشان في الاخر المواطن يلاقي خدمه بتليق بيه. واحنا من هنا احنا كمان بندعو الساده المشاهدين او المواطنين انهم يحافظوا على في الاخر هي حاجتهم او دي ملكهم. وتعبنا حضرتك جدا وبنشكرك على سعه صدرك دكتور عصام والي رئيس الهيئه القوميه للانفاق، وتسمح لنا اننا نقف نستنى وندخل كمان جوه المترو ونتفرج على الانجاز اللي اهلا وسهلا. شكرا جزيلا ليك كده.
حاجة حلوة في حياتنا بتبدأ بحلم، والحلم لما بيبقى وراه ناس مصدقاه ومؤمنة بيه بيتحول لحقيقة. وإحنا النهاردة معاكم لفكرة أو لحلم وتحول لحقيقة، مش بس في المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، لكن أكبر محطة تبادلية ومجمع بيضم كل المواصلات وقطر كهرباء، وحاجة فعلا تليق بمصر وبالمصريين على غرار وبتضاهي، وزي أكبر محطات المترو اللي موجودة في دول العالم المتقدمة اللي احنا دايما بنشوفها وكان نفسنا أننا تكون عندنا. لكن رسالتي الأخيرة في النص المليان النهاردة أني أتمنى أن كل واحد فينا يحس أن دي حاجته هو كمان يقدر يحافظ عليها عشان يستخدمها وغيره كمان يستخدمها. بشكركم جدا على متابعتكم، كل مرة هندور على النص المليان، وسلام.